يقول: هناك شخص يعبر الرؤى ويقول للسائل سوف يقع كذا وكذا مع تحديد اليوم والساعة، ما حكم من يذهب إلى هذا الشخص ويستفسر منه عن أمور؟ لا يجوز الذهاب إلى هذا الشخص، لأن هذا ما هو من تعبير الرؤى، هذا من ادعاء علم الغيب اللي يحدد بالساعة والوقت. تعبير الرؤيا إنما هو ظن، ما هو يقين، ظن، يمكن يصير صحيح ويمكن ما يصير صحيح. كونه يجزم ويقول أنه الساعة الفلانية، هذا من ادعاء علم الغيب، ولا يجوز الذهاب لهذا. نعم.